لو معاك العذراء والبابا شنودة وابونا فلتاوس وابونا عبد المسيح، يبقى لازم هتسمع خبر يفرح قلبك ومشكلتك تتحل. بس خلي عندك ايمان 1%. سميرة مت عيسى من مركز الخانكة متجوزة من 4 سنين، وصرفت فلوسها على كل الدكاترة وقالوا ان مفيش امل حتى ان يحصل معاها معجزة. ساعات بشوف ربنا واقف بعيد، ويبقى في سؤال جوايا، هو ليه ربنا اتأخر؟ راحت كنيسة العذراء ميت بشار، ابونا جرجس قال لها ربنا هيفرحك والعذراء هتراضيك على طول. في نفس السنة كانت فرحانة ببنت. وحشنا البابا شنودة وكلامه. أميرة يوسف من عزبة حمود، بنتها كانت مخطوبة وراحت دير مرمينا. الراهب أول ما شاف البنت قال لها أنت هتتعبي جدا بعد الفرح. روحت وحصل الفرح، وبعد 5 أيام كرهت جوزها وقعدت تلف على ناس كتير، لدرجة راحت عند صحراء ودجالين بهدلوا حياتها أكتر. راحت مزار البابا شنودة وبكت، ويا رب تعبت. طلعت من المزار مفيش حاجة. أبونا فلتقوس كان في الجلاية، وواحد من العمال اللي شغالين صوروا صورة. راح قال لصاحب التلفون امسح الصورة. الشاب قال له لأ. راح أبونا فلتقوس مسك التلفون وكسره. راح الشاب قاعد يبكي. أبونا فلتقوس لما شاف دموعه مسك التلفون ورجعه تاني سليم. الطالب بيبص ملقاش صورة أبونا فلتقوس في التلفون على الرغم إنه اتكسر. أبونا عبد المسيح ده حبيبنا. في واحدة بقى كانت مش مسيحية وما كانتش بتخلف، وراحت لكل الدكاترة قالوا لها إن صعب يحصل معاك حمل. واحدة صاحبتها مسيحية قالت لها روح لأبونا عبد المسيح وأبونا عبد المسيح هيفرحك. راحت كنيسة المنارة وقالت له أبونا عبد المسيح فرحني، ولا أنت مش بتفرح غير المسيحيين بس؟ بعد 3 شهور ربنا فرح قلبها. راحت تكشف الدكتورة قالت لها انت فيك بنت. راحت لابونا عبد المسيح تاني وقالت له يا عم انا عايزه ولد مش بنت، وقعدت 9 شهور في بطنها، وكل شهر تعمل اشاعه تطلع بنت، ويوم الولاده العذراء تفرحها وابونا عبد المسيح يفرحها بولد. العذراء تفرحها بكل بابا شنودة يحرسك، وابونا فلتقوس يقف معاك، وابونا عبد المسيح يسندك في كل خطوه. بركه شفاعتهم تكون معاكم وتفرح لكم.